السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوة الكرام، معاكم حسين كمال من قناة الفمين. النهاردة هنتكلم عن تآكل ميناء الأسنان، السبب في تآكل ميناء الأسنان أو الأسباب المؤدية إلى ذلك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عندنا رقم واحد، استخدام الفرشة القاسية أو الفرشة الخشنة، يعني ما تجيبش فرشة تكون خشنة وتستخدم بقى الأسنان. أولا بتجرح اللثة بتاع الأسنان وبتعمل على النزيف، وبعدين بتاكل ميناء الأسنان مع كثرة الاستخدام. تاني حاجة، كثرة استخدام غسيل الأسنان بالمعجون في اليوم، يعني الناس اللي عندها مثلا اصفرار أو عندها جير طول النهار يفضل يغسل فيه أسنانه بمعجون، يقول لك عشان أسناني تبيض. دي رقم اتنين. رقم تلاتة، استخدام وصفات مجهولة المصدر، يعني اروح مثلا اروح اجيب ايه، اجيب مش عارف ليمون على زيت زيتون على فحم على خل، ويقعد يكون في حاجات كده اسمعها من اي مكان ويستخدمها. طيب ممكن ده يكون مفيد لي، ولكن بالمعقول، مش يعني كتير قوي. في ناس تقعد تستخدم طول النهار وصفة الصبح ووصفة الظهر ووصفة العصر، يقول لك ايه عايز اسنانه تبيض بسرعه. زي ما الجير جاء على الاسنان على فترات او على مدار السنين، لازم برضو توديه واحده واحده، مش هيروح كده مره واحده. اي حاجه في الجسم مش هتروح مره واحده، يعني الواحد مننا ما بيتخنش مره واحده، ما بيكونش سمين كده مره واحده ويجي يقول لك انا عايز اخس بسرعه. طب ما انت زدت، مش ما زدتش بسرعه، ما زدتش كده مره واحده، دي انت بقالك كام سنه بتزيد وجاي عايز تخس. فطبعا مش عايزين ندخل في اي جوانب اخرى. فمن الاسباب الاخرى لتاكل ميناء الاسنان، استخدام المياه الغازيه او شرب الكحوليات او المواد اللي فيها مواد غازيه زي السيناكولا والحاجه الساقعه والبيبسي والكنز كل الحاجات دي بتاثر على ميناء الاسنان. السبب بقى الاهم من كل ده، ان انا بعد الاكل اشرب مية عشان اعادل حموضة الفم. بعد الاكل ما اغسلش اسناني مباشرة بالفرشة. بعد شرب الشاي اغسل بقي بالمية، امضمض بقي بالمية. وياريت نقلل من استخدام المشروبات الكحولية والمشروبات الحمضية، طبعا زي الشاي، المشروبات اللي كلنا بنشربها. والكرام، يعني الاسنان نعمة من نعم ربنا علينا سبحانه وتعالى، لازم نحافظ عليها. والمينا دي الطبقة الخارجية للاسنان، هي المغلفة للاسنان، لو اتشالت هتلاقي منظر الاسنان يعني شكله مش كويس. فحافظ على المينا وحافظ على اسنانك، وتكون دايما في احسن صورة ربنا خلقك بيها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.